صباح الخير صبايا، اليوم رح نتعرض لأفكار حلوة، يمكن تكون قديمة يمكن تكون جديدة عليكي. المهم نحن نشر هالطرح الجميل لكل صبية حابة ترتب، وهذا إهداء خاص للصبايا الجروب وبالأخص مدام نور. تمام؟ صبايا عم يسألوا إنه شلون بدنا نرتب الإشربات. أكيد الكل عنده إشربات متعددة، رح أطرح عدة أفكار للأماكن الضيقة واللي في مجال تشتري واللي ما في مجال تشتري، ورح نقتدي بالمقولة جود بالموجود. صبايا، في علب منتشره بشكل كبير تجي عدة مقاسات، في المستطيل، في المربع، حتى في قطع بلاستيكية مدورة تقدري تحطيها داخل الخزانة أو بداخل السحابة مثل هون. صبايا، نقدر الإيشار مثلا طوينا، بدنا ناخذ المقاس نفسه طبعا. انت بشكل التكرار اليومي بطوي الإيشاربات رح تحددي مسافة كلها مثل بعضها. لا، حبيتي تقيسي قيسي. المهم بهالطريقة بشكل دائري حلزوني ما بيتجعلك الإشارة، وبتحطيه بهالشكل. بتقدري تخزني الإشربات اللي بعيدة عن الاستعمال تحت، مثلا تبعت المناسبات، والإشربات اللي باستمرار بتستعمليها بتحطيها فوق. تمام صبايا؟ طيب، عنا إشربات مثلا مربع، بتقدري تعمليها بشكل مثلث وتحطيهم بهالشكل بدون علبة بأرض السحابة، وفيها عندك بإيكيا تقسيمات بلاستيكية، حتى بتقدري انتي تقسيمات كرتونية، بتجيبي كرتون سميك وبتحددي المسافات والمساحة وبتقسمي على كيفك. هاي مثل ما عم نقول جود بالموجود، ما عندك علب وبتحطيهم بهالشكل. حبيتي مثلث، حبيتي مربع، مثل ما بتحبي. او بتجيبي علبة وبتحطيهم بهالشكل. نحن كلياتنا مشان ما نبين الشعر ونعمل حجاب جيد مزبوط ما يبان الشعر، في عنا اسمها القمطة القطنية. هاي هي القمطة القطنية، كمان بشكل حلزوني. هاي هي اللي منحطها تحت الإيشارب. تمام صبايا؟ بعملها بهالشكل وبهالشكل، وبحطها هيك بثواني باخد اللي بدي اياه. بتحبي تعمليه بهالشكل، بتحبي تعملي بأرض السحابة بهالشكل، اختاري المناسب. تمام صبايا؟ خلصنا منها. صبايا، نحن عم نقول جود بالموجود، عندك هاي العلاقة. تمام؟ كلياتنا بنعرف هدول العلاقات تبعات البانيو. أكيد أنتي كل 3 سنوات أو 4 سنوات، بجوز 5 سنوات، بجوز سنة، تخرب تهترى البردايل. عندك هدول العلاقات تقدري تستفيدي منهم، احتفظي فيهم، كل ما بيزيد عدد الإشربات تستعمليهم. طيب شلون بدنا نستعملهم؟ نستعملهم بهالطريقة.
تمام صبايا؟ طيب خلينا نجيب إيشار، خلينا نجيب إيشار مثلا صبايا، فرضنا هذا نعمله بهالشكل. صبايا حبيتي تعملي شكل بسيط بهالشكل مشان بشكل سريع انت مستعجلة تعملي هيك تسحبيه وتمشي، لا بدك ترتيب اكتر تقدري تعملي هالطريقة. فرشك اياها تعملي فتحة مثل جرافات، مثل جرافات تعملي هيك صبايا. بسع عندك 10 إيشربات، شقد ما بدك بسع عندك إيشربات. تقدري تعملي الكل بهالطريقة، بس اللي بتستعمليهم بشكل يومي مثلا 2 أو 3 تعمليهم بالطريقة اللي قلتلك عليها. طيب انتي ما عندك هدول، تمام صبايا؟ نفس الشيء ناخد هذا الإيشرب نعمله بهالطريقة. صبايا بهالطريقة بتحطيش قد بيسع عندك حسب التعلوقة وكبرة، تمام صبايا؟ عندك التعلوقات عديدة، رح أفرجيكي واحدة تانية هلأ أفرجيكي إياها. هي صبايا هاي، خلينا نشوفها. هاي صبايا هي بتصير تبع الجرافات. الجرافات تقدري بشكل اسطواني تحطيها او بهالشكل مثل انا مالي عيرتها. من القفا دخلي هاي بتبعتها هون في علاقة مثل فتحة، دخليها بهالشكل. انت بتقدري بهالحقل وهالحقل 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 تحطي إيشربات، معناتها هالعلاقة هاي متوفرة صبايا وين ما كان. تقدري تستعمليها للجرافات وبتقدري تستعمليها للإيشربات، تمام صبايا؟ خلصنا منها. طيب في عندك بإيكيا ما شاء الله عليهم، عندهم أفكار من أجمل ما يكون. بتقدري تصنعيها بإيدك، بتجيبي علاقة عادية. اللي بيحبوا شغل الكروشيه بيجيبوا هالحلقات هدول، في مدورة حتى، في مدورات بغلفون خيطان من الإنب أو من الكتان صبايا وبيشتغلوها على ايدهم. هي بتسع عديد من الإيشربات مثل ما قلت لك. اذا انت من الناس اللي بتحب السرعه ما في داعي تعملي مثل فولار هذا، او مثل ما قلت اللي اللي ما بتستعمليهم غير بالمناسبات اعمليهم مثل عقده فولار هي، والثانيه بهالطريقه بناخذها، تمام صبايا؟ هدول هن عبارة عن حلقات بيسع عندك عديد عدد كبير من الإشارات. تصوري 2 4 6 7، تصوري 4 حقول، اضربي 4 × 7 شوفي كم إشارب بده يسع عندك. هاي هي أفكارنا لليوم. رح أطرح بدنا تعطير لهالإشارات إن كانت سحابات. في عنا شيء اسمه صابون الغار، في عنا الدريرة، في عنا هالمواد هي فيها جوا مواد مثل البودرة أو حبيبات كمان معطرة بتصير ريحتها من أروع ما يكون. حتى نحن صابون الغار ما شاء الله عم يتصدر كله لأمريكا وبينباع بهالعلب، وقت بتهديها للناس كتير إلى قيمة كبيرة. تصوروا مصدر بلدنا صابون الغار الحلبي الأصيل إش قد إيلو إلو قيمة خارج بلادنا. نحن رح نقدرها
ونرجع للأصالة. تصوري اللوح الصابون حاطينه بعلبة كرتونية، وهي قلعة حلب ما شاء الله، وهذا الصابون الغار الحلبي. نحن هلأ المغتربين عم نعرف قيمته أكبر، صدقيني عم ندور عليه الدوارة، لأنه فعلاً بياخد العقل، خصوصاً للإيدين وللاستحمام وللسحابات ولتخزين السجاد ولتخزين الألبسة الشتوية. فعلاً صابون من أروع ما يكون. هذا هو الصابون الغار اللي بنستعمله نحن الحلبية، كنا بجميع الاستعمالات، بالتنظيف، بالاستحمام، بكل شيء، حتى بالتخزين. تقدري انت الحبيبات هذا الـ بالافراح بيضيفوا فيه الضيافة، خصوصا نحن الحلبية او السوريين بشكل عام عندهم هالعادة. انا بحتفظ فيه، بحط صابونة الغار بداخله بهالشكل، طبعا قطع اصغر، وبحطه بالسحابه بهالشكل مشان ريحته. حبيتي دريره، حبيتي حبيبات، حبيتي ورود مجففه، اختاري المناسب. من جروب مطبخ دلال حناوي للمبتدئات، خطوه بخطوه، واهلا وسهلا فيكي صبيه، علينا الطرح ولك الاختيار والحوار والنقد. الرجاء الرجاء برقي، وأهلا وسهلا فيكي صبي.